يسعد صباحكم وعودة، يعني إن شاء الله نكون إحنا التلفزيون الأردني دائما زي ما ذكرت الشاشة الأولى. واليوم إحنا بنحكي عن كل ما نروح على مكان بيقولوا والله إحنا صرنا نشوف التلفزيون وبرنامج يوم جديد، لأنه بيعرض أماكن متعددة من المملكة، وبالتالي نسبة المشاهدة بترتفع. حتى لما نروح بتلاقيهم عاملين شغلة خاصة بالتلفزيون، وهذا دلالة على إنهم بيعتزوا بالتلفزيون الأردني، التلفزيون الوطني. بدنا نصبح عليكم مرة ثانية من بلدة صيدور. هذه البلدة زي ما ذكرنا بلدة جميلة، حتى سيدات المجتمع المحلي بيشتغلوا من داخل بيتهم، وإحنا بدنا نأخذ اليوم عينات. يعني إحنا مش بمشغل لعمل الشوكولا والحلويات، لكن نأخذ عينات حتى نفرجي السيدات المجتمع المحلي والمشاهد الأردني إنه قديش عندنا سيدات مبدعات في عملهن. بدنا نصبح على رنا أحمد ونقول لك صباح الخير، يعطيك العافية. الله يسعدك صباحك، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم في إربد، وأهلا وسهلا بالكادر كلياته. ست رنا، بالتأكيد يعني أنت أول ما فكرت بالمشروع أخذت دورات أكيد على عمل مثلا الحلويات، وإحنا بنعرف كمان لما بتعملوا حلويات بتبعثوا منها جزء للغذاء والدواء، بتبعثوا جزء منها للصيدلانيات حتى يكون شغلكم 100%. وبدي تحكي لي عن بداياتك. إن شاء الله. هلأ في البداية أنا أخذت أكثر من دورة في شغلات متعددة. في أول شغلة كانت عندي الموضوع الشوكولاتة. هلأ الشوكولاتة يعني إلها هي فروعها. في بدايته يعني مثلا انه الشوكولاته في لها انواع، للسكري، للسرطان، لاصحاب الدايت، شوكولاته دارك، شوكولاته بني، شوكولاته بيضاء، حسب شو يعني متطلبات الزباين. واحنا اخذنا اكثر من دوره فيها، يعني الحمد لله رب العالمين، وكانت امورها تمام. والحشوات طبعا حسب شو بيطلب الزبون، في منهم بيطلب مثلا اللوز، الكراميل، القهوه، فالحمد لله تعددنا فيها وتطورنا فيها. وبعدين انتقلنا شغله شغله لها، شغله الكيك. طيب سترنا، يعني شايفين انه اشكال وخاصة يعني شايف زي الخروف، هذا يعني شوكولاتة على شكل خروف مثلا، هذا ممكن تقدموه بعيد الاضحى المبارك ويكون بهذه المناسبة عندكم يعني انتاج، وبالتالي ممكن تكون عليها طلب؟ اكيد طبعا. هلا احنا الشوكولاتة حسب المناسبة، كل اشي له مناسبته. مثلا هلا عندنا هذا الخروف، اذا مش عارف اذا مبين عليك، خروف شايف لعيد الاضحى كتير بيكون عليه طلب، انه الناس بتحبه انه في عيد الاضحى تشكل او تقدم شغله مهم للاولاد. في ناس عم بتقول لك انه بتميز العيد الاضحى بشوكولاته معينه، فهي بيكون شيء مميز لهم. في ناس بتحب مثلا في مناسبه حفلات، مناسبات مواليد، اشكال مواليد، فاحنا بنشكل الشوكولاته حسب الموسم لها او حسب شو طلبها او حسب شو عندهم مناسبه او حفله. يعني احنا بنعرف انه كمان يعني مرضى السكر الله شافيهم ما بنحرموش من هاي الحلويات. شو السبب؟ هلا احنا الشوكولاته قلت لك لها انواع. هلا في شوكولاته للسكري، شوكولاته للسرطان بتكون خاليه من السكر تماما بالمره، احنا بنضيف لها ماده سكرين شيء بسيط جدا عشان يعني المريض انه يستصيغها ويقدر يتقبلها، فبنضيف لها شغلات اضافيه. الحمد لله طبعا مواد حافظه ما فيها هاي الشوكولاته عشان بتكون امنه للسكري او للسرطان. وبالنسبه للدايت بتكون نسبه السكر فيها قليله، فلا في ناس بتقول لك انا يعني ما بدي اضيع كل تعبي على حبه شوكولاته واكلها، فاحنا بنعطيهم يعني شوكولاته نوعيتها تكون سكرها فيه خفيف. طيب وفي الشوكولاته طبعا البنيه اللي يعني احنا متعرفين عليها، اللي يعني الكل بيحبها وبيستسيغها او انه متعود عليها. طيب يعني شايفين كمان انه كمان ليس فقط بتنتجوها، كمان تعملوا بتبعثوها على المحلات وبتسوقوها من خلال يعني باكيتات، باكيجات جميله جدا. سمير ادريس، هلا احنا الشوكولاته عشان يعني اوكي إن عملناها، فبدك تقدمها بطريقه انه الناس تعرف يتقبلها، هدايا لك بمناسباتك في تقديمك، فبتكون لها باكيتات خاصه لها، يعني حسب شو بيطلب الزبون، انه بدي اياها بباكيت، بدي اياها بصينيه، بدي اياها بشغله يعني صواني زي هيك اكريليك، سواء باكيتات عاديه حسب شو طلباته له فيها. والحمد لله يعني نوعنا فيها وشكلنا فيها وكانت امورها كتير تمام، والشغل عليها ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. يعني هذا هو دائما احنا بنركز على انه هل انتم بتستفيدوا من خلال هذه المشاريع اللي بتقيموها ببيتكم؟ أول شيء ما فيش كلف عندكم، أجارات بالبيت، وهذا يعني بيعطيكم تراخيص حتى وزارة الصناعة والتجارة إنه تكون تعملوا من داخل بيتكم. الرقابة على يعني مثل هذه الحلويات، هل بيجوا عندكم مثلا الغذاء والدواء؟ هل بيجوا عندكم؟ أكيد إحنا أخذنا عليها دورات حتى في موضوع الغذاء والدواء، إنهم أجوا أعطونا دورات إلها إنه كيف تكوني من ناحية الأمان، من ناحية المطابخ كيف تكون صحية، من ناحية تقديماتك إلها. الحمد لله أخذنا في هاي المواضيع حتى هاي المواضيع يعني دورات، مش بس موضوع إنك صنعتي شوكولاتة
انتجتيها، لا، فمواضيع انك انت كمان كيف انك انتجتيها، كيف سويتيها، كيف تنتجيها، كيف تسوقيها، مش بس اني انا انتجت مو يعني بدنا نحكي عن التسويق. يعني دائما اي مشروع الهدف انه يدر عليكم دخل، يساعدكم كاسره، انه يكون دخلكم يعني معقول وبالاخر يعني يعود بالفائده عليكم. هل عليه اقبال مثل هذه الحلويات؟ وانا بعرف انه اسعارها ربما بتكون غالي شوي لانه منزليه. تحكي لي عن اسعارها يعني وتفصحين عن اسعارها؟ لا اسعارها بالعكس، يعني هي بمتناول الايدين كل الناس، يعني هي اوكي، يعني لو ذوقها انت بتستغرب انه سعرها يعني تستاهل اكثر من هيك، فاسعارها لا مناسبه للجميع يعني. وحاولت يعني اني كمان استفيد وافيد غيري، يعني انا عندي مثلا بالبيت اولادي صار يساعدوني في هالموضوع، صار انه حبهم بهالشغله هاي. يعني ممكن تورثي لها اياهم وتعلميهم خلي يشتغلوا فيها. انا عندي بنت وحيده، فانا مسمي مشروعي طبعا الكل بيعرف اني اسمي شروق عمر، هلا على الفيس الكل بيعرفني شروق عمر، انا على اسم بنتي، فالحمد لله رب العالمين. حتى طالباتي انا اعطيت دورات لطالبات اكثر من طالبه، فيعني صارت الكل ينبسط فيه انه في بيتك بتعملي الك، بتعملي لغيرك، بتاخذي هدايا، مش بس انه انا يعني اني ابيعه بس، لا باخذ هديه انا صرت هلا اي مناسبه، ان الحمد لله بدل ما اطلع اشتري باكيت الشوكولاته لا بعمله ببيتي، وبالعكس طعمه اطيب او انظف يعني واضمن للموضوع، فصار الموضوع انه الي لغيري. حتى البنات الطالبات اللي اخذوا عندي دورات انبسطوا في الموضوع، انهم هم استفادوا لهم ويعني افرحوا اللي حواليهم. بالتاكيد يعني كمان دربتوا صبايا وفي اقبال من قبل الصبايا على انهم يعملوا مشاريع، وهذا شيء ايجابي جدا. كمان يعني احنا شايفين انه كمان بتعملي يعني الكيك بانواعه، وهذا بدل على انه التنوع بالمنتجات، وبالتالي ممكن يكون يزيد دخلكم ويساعدك يعني زوجي، تساعدي زوجك واولادك بانهم يعني يكون وضعهم الاقتصادي جيد. اكيد طبعا. احنا قلت لك انا بعد ما اول شيء بلشت في الشوكولاته بلشت بعدين في الكيك. الكيك شكلنا فيه من عده نواحي، فمثلا انه مثلا الكيك حسب المناسبه، في احيان ناس مناسبات الحفلات، التخرجات، الاعراس، الخطوبه، انت شو مناسبتك احنا بنسوي لك في الكيك. وفي الحشوات نفس الشيء، في ناس مثلا ما بتحب مثلا الشوكولاته في الكيك، ما بتحب شغله ثانيه، فاحنا بنعمل لك الحشو اللي انت بتناسبك مثلا. فصار الناس اقبالها على الموضوع انك انت يعني نفذتي لي كل طلباتي زي ما بيقولوا. طيب ترى انا يعني كمان التلفزيون الاردني بتعرفي عم بيساعدكم على مثل هيك مواضيع انكم تسوقوا شغلكم، وهذا دعم لكم يعني من خلال برنامج يوم جديد، حتى انتم صرتوا تحطوا شعاركم شعار التلفزيون على منتجاتكم، وهذا حقيقه بسرنا اكيد طبعا هذا شرف ان نحط يعني التلفزيون الاردني، هذا شيء يعني شيء بيرفع الراس، يعني ما في شيء ثاني نحطه احسن من هيك. الحمد لله يعني يعني التسويق عندنا على التلفزيون على الفيسات، الموضوع الحمد لله صار منتشر وما بتغلب الواحد زي أول. كان الأول يعني الواحد يتغلب في إنه عمل مشروع يضل في مكمكم عليه أو ما حد بدري فيه، بس لا هلا الحمد لله رب العالمين التلفزيون والشاشات والفيسات ما خلت يعني الواحد يتغلب في أي مشروع بيعمله هو. الحمد لله دائما إحنا يعني بنسعى، وجلالة الملكة رانيا دائما بتدعو إلى تمكين المرأة ودعمها، وحتى تكون يعني مقدي حالها زي ما بيحكوا ودير بالها على حالها. نشكرك ست رنا ونقول لك الله يعطيكم العافية. يعني زميلة لارا وهبة زي ما شفتوا يعني هذه نوعية من سيدات المجتمع المحلي في هذه البلدة الجميلة اللي بيشتغلوا على حالهم، اللي ساعدوا نفسهم، ساعدوا عائلاتهم، وزي ما انتم شايفين هذا سامبل يعني هو جزء بسيط من المعمل عندهم، لكن حبينا نقول انه التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد بيساهم مساهمة كبيرة مع سيدات المجتمع المحلي في كل محافظة المملكة على أنه يبرزوا هذه الإبداعات وهذا الشيء الطيب اللي بنتجوه. صباح الخير لارا، صباح الخير هبة.